أكدت ممثلة حزب مصر الريادة ريهام المهدي على أن قضية النفقة هي قضية اختصام بين الأب والطفل وليست بين الرجل وزوجته، لأن الطفل هو الضحية. جاء ذلك خلال فعاليات جلسات الحوار الوطني بالمحور المجتمعي، وذلك ضمن جلسات الأسبوع الخامس التي تعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. والله النهارده بالنسبه للمحور المجتمعي بيتكلم فيه عن النفقه وبيتكلم فيه على اوجه اخرى، لكن انا بيهمني النفقه لان النفقه مش مرتبطه بالطلاق. احنا عندنا مشاكل للنفقه بتؤدي الى الطلاق، فبالتالي احنا بنمسك التجربه الاساسيه سواء كانت اثناء الزواج او بعد الطلاق. مثلا على سبيل المثال فكره ان يكون الاب مغترب وعنده اطفال، هو ممتنع عن الصرف عنهم، فدي مشكله كبيره جدا جدا للاسف الشديد. بقانون الاحوال الشخصيه الفتره اللي فاتت طول السنين اللي فاتت لم ينظم او ينص على بند بيحكم مثل هذه التعاملات، وبالتالي دي كانت فرصه كويسه جدا جدا ان الحوار الوطني يبدا ان هو يطرح ازاي نقدر نحط حل ومقترحات تنظم هذه المشاكل.